من النجف ينضم إلينا الدكتور محمد السيلوي المرشح عن كتلة الوفاء. أهلا بك سيد محمد. لماذا تهكم السيد عدنان الزرفي عن مقاطعي الانتخابات ووصفهم أو شبههم بريال مدريد الذي خرج بموسم صفري؟ طبعا بصراحة أهلا وسهلا بحضرتك ومتابعي وتي في الموقرين. يعني مزحة مقرونة بفرصة ثمينة اقتنصها الشعب العراقي، انتخابات مبكرة من أجل التغيير، من أجل تشكيل فريق جديد، فريق يتألف من مجموعة من الشباب من الخبرة الوطنيين الذين يحملون أفكارا جديدة بالاعتدال والوسطية لبناء دولة المؤسسات. يعني الدكتور الزرفي في هذه المزحة اللي طرحها للجمهور أراد أن يبين أن مسألة انتخابات مبكرة في هذا الوقت في ظل فوضى سياسية اقتصادية صحية في البلد لابد من اقتناص الفرصة. يعني ريال مدريد 3 تعادلات لبرشلونة وتعادلين وخسارة لأتلتيكو مدريد ولم يقتنص الفرصة من أجل الظفر بالدوري، كذلك الشعب العراقي انتفاضة ودماء وفرصة ثمينة أن يقوم اليوم الشباب العراقي بالتوجه لصناديق الاقتراع وجعل من تشرين بنفسجية ديمقراطية لاختيار نخبة جديدة من السياسيين الذين يحملون هم الوطن في طيات أفكارهم، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتبر هي حسم الموسم، هي البطولة بالنسبة للثوريين للتشرينيين للشعب العراقي المغلوب على أمره. يعني بدون المشاركة بالانتخابات بصراحة ما هو الحل بالنسبة للمقاطعين؟ ماذا بعد المقاطعة؟ قطع شوارع، اضراب عن الدوام، الشعب مغلق باسم الشعب، ماذا بعد؟ يجب علينا أن نفكر بطريقة منطقية للخلاص من الملفات ومن الهفوات التي أوقعنا فيها السياسيين بالفترة الماضية. المشاركة الفعالة الإيجابية في الانتخابات وانتخاب نعم. وجوه جديدة. يعني اليوم احنا ما نجبر المواطن على الاشتراك لانتخاب جهة معينة، بالعكس الآن الدستور يقول أن الانتخاب هو حق وليس واجب، المرجعية قالت أن الانتخاب حق، وبالتالي مسألة المقاطعة على مستوى أشخاص نعم قاطعوا، لكن تعميم ثقافة المقاطعة هو أمر غير مجدي. المستفيدون من المقاطعة بصراحة هم المستفيدون من الفوضى والوضع الحالي الموجود في العراق. نعم. يعني ألا استقرار، نعم. ألا دولة، اغتيال الناشطين. نعم دكتور محمد، بالحديث عن مقاطعة الانتخابات المقاطعون يطالبون بوقف الاغتيالات وتكرار هذه الجرائم يحرج الحكومة والقوى السياسية في الانتخابات يهددها السلاح المنفلت، كيف تعلق على ذلك؟ ضعف الحكومة وعدم جديتها في التحقيق أو بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين أعلنوا مسؤولين في الدولة، مسؤولين أمنيين وحزبيين ونواب، بأن الحكومة تعرف جيدا من يقوم بالاغتيال، والسكوت على من يقوم بالاغتيال هي أن يكون أي مسؤول بالدولة أمني رفيع المستوى شريكا في اغتيال الناشطين. عملية تخويف الشباب من المشاركة والإقبال على العملية الديمقراطية المقبلة هو أمر مخزي للحكومة الحالية ولكل من يريد أن يبقى العراق على وضعه الحالي. القلق نعم موجود منطقيا موضوعيا، القلق موجود لدى الكثير من أبناء الشعب العراقي، الخوف على النفس موجود، الخوف من التزوير هذا الهاجس موجود، لكن التطمينات التي نعم. ممكن أن تقدمها الحكومة لا يكفي. مخاطبة مجلس الأمن ب3 كتب لأجل المراقبة، أنا اليوم أريد أضفي الأمن الانتخابي اليوم بالشارع، الأمن الانتخابي ضروري، أنا شلون أقدر أغطي المراكز الانتخابية بمراقبين أمميين دوليين من دول إقليمية ومنظمات مشهورة بشفافيتها في المراقبة، هو أحد نعم. الضمانات لعدم نعم. التزوير أو لعدم السماح للسلاح المسيطر نعم. دكتور على محمد. بعض مفاصل نعم.
محافظة. نعم دكتور، لكن كيف للمجتمع الدولي أن يقدم الإشراف على الانتخابات بينما أبرز حركة غيرت المشهد السياسي تطالب بالمقاطعة؟ الأصوات المطالبة بالمقاطعة هي أصوات نسبيا قليلة عن نسبة المشاركين، والدليل عملية الإصرار على التغيير موجودة على مستوى النجف. الآن المجتمع النجفي بنسبة أكثر من 85% هم مشاركون ومؤيدون لإجراء الانتخابات والمشاركة الفعالة الإيجابية، أما الآخرون أما عازفون أو مقاطعون. العزوف شيء طبيعي في كل دول العالم، في كل العمليات الديمقراطية، في أثقف مجتمع ديمقراطي قانوني يوجد عازفون. أما المقاطعة هي فعل سلبي، ولو كان قانون العراقي مثل قوانين الدول الأخرى يعاقبون من يقاطع الانتخابات، لأن هو حقك الذي منح إليك من أجل التغيير السلمي للسلطة. يعني اليوم بعد إلى متى نبقى في وسائل قديمة كلاسيكية هي وسائل التظاهرات والانتفاضة؟ لا بأس في ذلك، لكن الجدوى في تغيير أصحاب القرار. ونحن على مستوى الحركة، حركة الوفاء العراقية اليوم تشارك بوجوه شابة كفوءة قادرة على الانتقال بالبلد من هذا الحال إلى أحسن حال. نحن نؤمن بالوسطية والاعتدال ودولة المؤسسات. نعم الدكتور محمد السيلاوي، نائب عن كتلة الوفاء، كنت معنا من النجف، شكرا جزيلا لك.